تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء صبحكم الله بالخير، حياكم الله ويانا في برنامج صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة اللي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتنا المميزة إذاعة نور دبي. مثل ما عودناكم خلال البرنامج إن شاء الله بنتطرق لمواضيع طبية وصحية تهمكم وتفيدكم، ويسرنا ويسعدنا استقبال استفساراتكم ومداخلاتكم واقتراحاتكم على أرقام التواصل ويانا في البرنامج. قبل أن أذكركم برقم التواصل ويانا، أرحب فريق العمل وياي اليوم في الإعداد يوسف سعد، في التنسيق ميرا القفلي، وفي الإخراج أيمن سرحيل. صبحكم الله بالخير جميعا، ومحدثتكم الدكتورة عاشة البسطي. مثل ما عودناكم فقراتنا متنوعة بتكون اليوم. أذكركم برقم التواصل 600-551-414 والرسائل النصية على 4006. حياكم الله. مثل ما عودناكم أول فقرة بنتحدث فيها اللي هي مثل ما اتفقنا البارحة مع أستاذ عبد الله دردشة السوشيال ميديا. ويانا بس قبل ما نصير حتى دردشة السوشيال ميديا عندنا فقراتنا مثل ما عودناكم، انتظر بس أسماء الجناحي. مثل ما عودناكم دردشة السوشيال ميديا، وبننتقل للفقرة التوعوية. ومواضيعنا اليوم متنوعة حتى في الفقرة التوعوية، بنتكلم عن الزنجبيل وفوائده. طبعا السوشيال ميديا لا يخفى على الجميع، يعني معظم الأخبار الحين أو معظم الأحداث أو معظم الأشياء اللي نتطرق لها يوميا نتابعها عن طريق السوشيال ميديا. يمكن سهولة الحصول على هذه المعلومة، كذلك طريقة عرض المعلومة تكون معظم الأحيان شيقة وطريقة فيها جذب كبير. فعشان كذي الشخص نفسه يعني على طول، يعني أول ما نشصح يمكن تلاحظون معظمنا يمكن أول شيء تليفونه، أول شيء الأشياء اللي تكون على السوشيال ميديا. نتطرق الأشياء كثيرة فيها، أشياء كثيرة تكون مهمة ومفيدة، وفي أشياء كثيرة يحتاج الواحد يتعمق فيها أكثر ويتأكد من أهل الخبرة والاختصاص قبل حتى ما يصدقها أو أن يطبقها في حياته. لأن أي شخص، إحنا عارفين أي شخص يقدر يفتح في السوشيال ميديا ويقدر يكتب أي معلومة تكون عنده، فيفضل قبل ما نتأكد يعني نأخذ هذه المعلومة ونطبقها على حياتنا اليومية أن نتطرق قبل هالشيء نتأكد من الشخص منه، وكذلك المعلومة كذلك منه. لين ما نتواصل مع زملائنا بنتكلم عن دراستنا اليوم، والدراسة تقول دراسة تكشف تأثير الملح في الدماغ. وجدت دراسة جديدة أن تناول الملح بمعدل 3 مرات أكثر من المستويات الموصى بها يوميا قد يسبب تغيرات في المخ مرتبطة بالخرف. وجد الباحثون أن إطعام الفئران غذاء مالح للغاية تسبب في تراكم بروتين يسمى تاو في أدمقتها. ويعتقد أن تاو اللي يساعد الخلايا العصبية في الحفاظ على شكلها الصحيح وكذلك نقل العناصر الغذائية يلعب دورا في الإصابة بمرض الزهايمر. وكشف فريق البحث كلية الطب ويل كورنل بولاية نيويورك أن أداء الفئران كان أسوأ في اختبارات قدراتها الأخرى. وكتب باحثون في مجلة الطبيعة أن كمية الصوديوم اللي استهلكتها الفئران في الدراسة تعادل تناول الإنسان البالغ ما يصل إلى 5 أضعاف الحد اليومي من الملح الموصى به. وأجرى الباحثون فحوصات دماغية على القوارض لمراقبة كيفية تغير تاو في أدمقتها، ولاحظوا أن البروتين بدأ يتراكم مستمر في الارتفاع
طوال فترة الدراسة، وخلال 12 أسبوع بدأت الفئران تكافح للتعرف على الأشياء، وجدت صعوبة في تذكر المسارات في اختبارات المتاهة، كما أظهرت النتائج أن الفئران عانت من تضيق الأوعية الدموية الصغيرة في أعماق أدمقتها، ما يمنع نقل المواد الغذائية بين الخلايا، وها مؤشر آخر على الخرف الوعائي. وقال البروفيسور كوستانتينو إيديكولا أحد المشاركين في الدراسة، تحدد النتائج مسارا غير معروف سابقا يربط بين العادات الغذائية والصحة المعرفية، وتشير إلى أن تجنب الوجبات الغذائية عالية الملح يمكن أن تحافظ على الوظيفة الإدراكية. وتوفر بياناتنا رابطا لم يحدد سابقا بين العادات الغذائية واختلاف وظائف الأوعية الدموية وأمراض تاو. ويمكن أن تقدم هذه الدراسة تفسير آخر لسبب ارتباط النظم الغذائية المالحة بالخرف بخلاف ارتفاع ضغط الدم. يعني سبحان الله، التغذية ونمط الحياة مرتبط بكل شيء في جسمنا. يعني يمكن آخر فترة قمنا نتكلم أكثر عن هذا الموضوع، لأن الغذاء له دور الأساسي، سواء كان وقاية أو سواء كان حتى علاج من أمراض كثيرة. يعني يلعب دور كبير، لأنه مكون، يعني الجسم يعتمد عليه في كل شيء، سواء في طاقته، سواء في بناء عضلاته أو بناء نفسه. فهذه الدراسة بعد لها دور كبير، أن نسبة الملح إذا كانت بكميات كبيرة تأثر على الذاكرة مع استمرار الوقت. وبما أن تكلمنا عن هذا الموضوع وله علاقة بالتغذية، بنرجع الموضوع فقرتنا التوعوية اليوم والتغذوية. اليوم بنتكلم عن الزنجبيل وفوائده، ويانا أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي الأستاذة عفاف جمعة. صبحت الله بالخير أستاذة عفاف. صباح السعادة والخير، شحالك أختي؟ الحمد لله، صبحت الله بالنور والسرور. حابين نتعرف عن الزنجبيل وفوائده. طبعا يعني لا يخلو بيت الحمد لله من الزنجبيل، ومعظم البهارات تتكون من الزنجبيل كذلك، يعني نضيف فيه معظم أكلاتنا. فحابين نتعرف أكثر عن الزنجبيل وفوائده. اليوم نتكلم عن الزنجبيل وفوائده واستخداماته. أنت تعرفي مثل ما تكلمتي أختي، الزنجبيل من أشهر وأكثر التوابل لها تأثير على صحة وسلامة الجسم. صحيح. وفي قديم زمان مثل ما أنت قلتي، من قديم زمان كانوا أجدادنا يستخدمون الزنجبيل، ويقولون الزنجبيل له فوائد في عمليات الهضم. إذا أنت كنت تعبانة قبل الأكل خذ كوب من الزنجبيل، ولمشاكل الزكام والرشح. وهاي المعلومات صحيحة بالإضافة إلى فوائده الأخرى. نتكلم عن الزنجبيل. الزنجبيل يحتوي على مادة الجليسيرول اللي لها خصائص طبية وعلاجية وايد قوية، لأنها تحتوي على مضادات الأكسدة. وتعرفين مضادات الأكسدة كنا لازم الإنسان يكون استخدامه من مضادات الأكسدة، اللي هي تقي الجسم وتقوي جهاز المناعة وتحمي. صحيح. من كثير من الأمراض. الزنجبيل مثل الكركم والهال، يعني فوائده لأنهم ينتمون لعائلة وحدة. خلنا نتكلم عن فوائده المتعددة، وليش الكل هاي الأيام يحرص على استخدام الزنجبيل بكثرة، سواء كم إضافته بالطعام أو شرب كوب من الزنجبيل بالماء المغلي كشرائح أو قطع. وفي منهم يستخدمونه في السلطات، في الشربات، وفي منهم بعد يستخدمون زيت الزنجبيل. فنتكلم كوب من الزنجبيل اختي يساعد في تخفيف أعراض الغثيان، وهي أعراض الغثيان إذا بنتكلم بالنسبة للمرأة الحامل تكون في فترة الصباح. صحيح. دائما، او التقيؤ بعد الجراحات. في وايد منهم يسوون عمليات جراحيه عقب، يقولون انا ما اقدر احس عمري برجع من التخدير او هاي الاشياء. فدائما نحن ننصحهم باستخدام كوب من الزنجبيل لتخفيف من هاي الاعراض المصاحبه لهذه الحاجيات، خصوصا ان مرضى السرطان بعد الذين يخضعون للعلاجات الكيميائيه عندنا بالمستشفيات وايد تصاحبهم اعراض الغثيان وقله تناولهم للطعام. فننصحهم دائما، نشجعهم على تقليل من هذه الاعراض بشرب كوب من الزنجبيل.
يقلل منها في أدوية كثيرة أصلا تسبب الغثيان أستاذ عفاف، صح. فهاي الأشياء كلها بتساعدها، يعني بما أنه يخفف أعراض الغثيان فتساعدها كذلك، صحيح؟ مضبوط أختي. بعد تعرفين هاي الأيام الكل يمارس الرياضة، ومرات الناس تمارس الرياضة بطريقة خطأ، فيؤدي ذلك إلى إجهاد العضلات، يصيبها تعب وخمول وآلام في العضلات. فنحن في بعض الدراسات اللي أثبتت الدراسات أن الزنجبيل فعال ضد آلام العضلات بعد نعم ممارسة الرياضة. ممتاز. ونصيحة لكل الرياضيين شرب مزيج من يعني كوب من الزنجبيل، أو استهلاك، نكون دقيقين أكثر، استهلاك 2 جرام لمدة 11 يوما بعد ممارسة الرياضة. لاحظوا كثير من تحسن هذه التشنجات المصاحبة لتمرين قاسي عند ممارستهم الرياضة. بالإضافة أختي، الزنجبيل له قيمة غذائية وايد عالية، بالإضافة للمضادات الأكسدة، يحتوي على البوتاسيوم والمغنيسيوم، في منه يساعد وايد الناس اللي يعانون من الصداع النصفي بعد أثبتت الدراسات، بالإضافة للناس اللي عندهم آلام للمفاصل، ونحن لا يخلو بيت من صحيح آلام المفاصل. من أصدقائنا أو أقاربنا يعاني من آلام المفاصل والعظام وتآكل الغضاريف، بالإضافة للزنجبيل اللي ينصح بالقرفة، وهي كلها بهارات مفيدة للجسم ولتقوية الجهاز المناعي. نعم أستاذ عفاف، كلمة أخيرة توجهينها لمستمعينا خلال البرنامج. هي أنا أنصحهم صراحة دائما كل الأشياء الطبيعية المعززة بالبهارات والتوابل، هاي مفيدة وايد لصحة الجسم مثل الزنجبيل. وهناك بغيت أخبرهم أن الزنجبيل الأخضر الطازج يفضل استخدامه أكثر من المسحوق، لأن نسبة مضادات الأكسدة فيه تكون وايد عالية ومركزة، بالإضافة للزنجبيل المسحوق أو البودر أو المجفف. نعم، وهي نقطة مهمة أن الأخضر فايدته أكثر، يعني بما أن وجود مضادات الأكسدة فيه. هي وقيمته الغذائية وايد عالية تكون أختي، لأنه يحتفظ بعناصره من الزيوت العطرية الطيارة، يكون محافظ ممتاز. عليها، ما تم استخدامه في عمليات عرفت التحضير وهذه يفقدها. صحيح صحيح. الأستاذ أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي الأستاذ عفاف جمعة، شكرا لك. مشكورة أختي شكرا ميرانا، لك، سلامة، الله مع يحفظك. السلامة. مستمعينا، كانت هاي فقرتنا توعوية، وتكلمنا عن الزنجبيل وفوائده، وذكرت الأستاذ عفاف كذلك يعني إضافة إلى الفوائد الصحية للجسم كذلك له فوائد كثيرة، يعني في حالة القثيان، آلام العضلات، هالأشياء يلعب كثير الزنجبيل فيها. ومعظم الأحيان احنا نستخدمه حتى في فترات الرشح أو الإنفلونزا، يخفف الأعراض بدرجة كبيرة. في الشتاء يعني يوم نحس ببرود، سبحان الله، يعني يحسسنا بالدفء كثير، خاصة يمكن لسعتل شوية اللي فيها بهارها شوية مميز، خاصة الزنجبيل. مستمعينا، طالعين فاصل إن شاء الله وراجعين لكم، خلكم ويانا. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة. أذكركم برقم التواصل 600-551-414 والرسائل النصية على 4006. حياكم الله. بقولكم دراستنا في هذه الفقرة اللي البارحة كنا نتكلم عنها أنا وعبد الله، وما يعني ما شاء الله ما مدان الوقت في البرنامج أن نتكلم عنها، اللي هي الدماغ يرمم خلله بنفسه أثناء اليوم. يعني معظم مواضيعنا خلال هالفترة عن الدماغ وعن الأشياء العصبية، تواكب كذلك مؤتمر أمراض الأعصاب اللي يقام كذلك في إمارة دبي. تقول الدراسة أفادت مجلة نيوروساينس نيتشر نيوروساينس العلمية بأن عمليات انتعاش نشيطة تجري في دماغ الإنسان أثناء نومه، حيث تتولى خلايا المايكروغليا بصفتها خلايا مساعدة داخل جهاز الأعصاب المركزي تنفيذ عملية ترميم الدماغ، ويزيد عددها في دماغ الإنسان بمقدار 8 إلى 10 أضعاف عدد خلايا الأعصاب العادية.
وتبتلع خلايا الميكروغليا أثناء نوم الإنسان البكتيريا والخلايا الميتة، ثم تهضمها، وذلك من أجل تطهير الدماغ وإنعاش أقسامه اللي تعرضت لإصابات. بينما أثبت العلماء في جامعة روتشستر الأمريكية إن عمليات الترميم هذه تجري في دماغ الإنسان أثناء النوم، وذلك بعد إجراء تجارب على الفئران حيث جعلوا القوارض تتعاطى مادة تسمى نور إبنفرين ينتجها الجسم وقت اليقظة ويكف عن إنتاجها وقت النوم، وتسببت كميات زايدة من النور إبنفرين في تعطيل عمل خلايا الميكروغليا لدى الفئران، ويعني ذلك أن جهاز الأعصاب المركزي يقوم بتفعيل آلية وقاية شأنها شأن مفتاح كهربائي يطفئ النوم النور بعد الخلود إلى النوم ويعيد تشغيله بعد الاستيقاظ. وحسب العلماء فإن خلايا الميكروغليا تساعد الإنسان في التقلب على عواقب الجلطة الدماغية، أما تعطلها فيمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالفصام والتوحد والخرب، فرضا عن أمراض باركنسون والزهايمر. وهذا يعني يثبت لنا كذلك أن النوم يعني يمكن الناس كثيرة ما تعطي هذه الأهمية، يعني بس يأثر تماما على أجسامنا وعلى يعني سواء أجسامنا سواء طاقتنا اليومية، مو فقط الطاقة الجسمانية كذلك حتى طاقتنا النفسية، يعني له دور كبير كبير النوم. يعني يمكن في ناس كثيرة ما تعطي هذه الأهمية، بس يمكن تحدثنا في أيام كثير وكثير يعني حتى بالنسبة لي النوم يأثر على أمراض كثيرة، يعني من كثر أهميته يعني في عيادة متخصصة بس بالنوم. يعني لو ما كان تطلع اضطرابات على الناس اللي ما تنام بكميات كفاية أو عندها اضطرابات في النوم، ما تأسس هذا العلم اللي هو يعني والاختصاص اللي يختص بالنوم. نرجع لموضوعنا بعد ما جاينا استفسار عبر الرسائل النصية. صباح الخير دكتورة، الكثير من الأمهات يرفضن إعطاء أبنائهن مصل ضد الإصابة من الإنفلونزا، والسبب أنهم يتخوفون من أن يصاب أبنائهم بأمراض أخرى. ماذا تنصحين هؤلاء الأمهات؟ وشكرا أبو عبد الله. شكرا أبو عبد الله على طرح هذا السؤال. طبعا مصل الانفلونزا يكون موجود، يعني دائما يكون موجود مره في السنه يعني على شهر 10، ونبتدي نعطيه اكثر فئه نستهدفها. طبعا نستهدف الجميع انهم ياخذون هذا التطعيم، بس اكثر فئه نوصي فيها ان الاشخاص المصابين بالسكر، الاشخاص المصابين بمشاكل في الرئه، او اللي عندهم ربو او مشاكل في الرئه يعني تزيد اكثر، كبار السن، الناس اللي بتسافر سواء للعمر أو سفر خارج البلاد في أماكن تكون مكتظة بالناس، فهذه أكثر الناس، وكذلك الأطفال. الجميل في التطعيم نفسه، ما أقولك أنه يمنع الإنفلونزا 100%، التطعيم يعني يا في اثنين، يا أن الإنفلونزا طول السنة أنا ما بتكون جايتني، الشيء الثاني حتى لو جت تكون أعراضها خفيفة، يعني ما تكون مثل أعراض الإنفلونزا اللي يعني إذا صابتني. في ناس وايد يمكن تذمر أو تحسس من ناحية أنا خدت التطعيم بس يا يتني في النهاية صحتي، بس بتكون أعراضها أخف عن أعراض الإنفلونزا إذا الشخص نفسه خذ التطعيم، إذا الشخص ما أخذ التطعيم. كذلك العاملين في المجال الصحي مثل الأطباء، مثل التمريض، مثل يعني اللي يعني خاصة اللي يواجهون الناس بكميات كبيرة أو شغلهم أكثر شيء يكون مع الأشخاص، فرضا الناس اللي تشتغل في المطار، الصغار احتكاكهم في الأطفال في المدرسة، فهالشيء اللي يحتاج الشخص ياخذ عليه تطعيم مرض الإنفلونزا، والحمد لله متوفر سواء في الحكومة أو في المستشفيات الخاصة.
بالنسبة لي في بعض الأمهات يتخوفون، ليش؟ لأن في أشياء وايد يمكن تنذكر عن التطعيمات عموما، ما نقول بس بالإنفلونزا. فنفس ما قلت لكم، الشخص يستشير طبيب، يستشير ذوي الخبرة الثقة. ما أقدر أعتمد على خبر نزل بخصوص هذا التطعيم أني يسوي هذا الشيء. ما في شيء صح بدون يعني مثل ما نقول مضاعفات، بس الأشياء نحن عارفينها. مضاعفة فرضا تطعيم الإنفلونزا بتكون يمكن ألم يكون في مكان الإبرة، يمكن يكون عند الشخص حرارة، هذا يكون في التطعيم نفسه. في أشياء معينة إذا الطفل عنده حرارة أو إسهال يفضل ما ياخذ التطعيم وقت ما عنده الإسهال والحرارة. التطعيم ما بيكون عاطي مفعولة في هذا الشخص، فعشان شي نحن ما نفضل أصلا الشخص اللي عنده حرارة أو عنده إسهال نعطي التطعيم. أشياء ثانية نعطي فيها التطعيم إلا في حالات معينة، يعني الأشخاص معينين يكونون على أدوية تنزل مناعتهم وايد أو عندهم مشاكل معينة أو تحسس من شيء معين، ننصحه أن يراجع طبيب المختص. بس في حالات التطعيم لا. بالنسبة لي هذه معظم الحالات أن يكون التطعيم بعده بتكون يمكن حرارة ينزلها، يعني أي خافض للحرارة، وتكون ألم يمكن بسيط في مكان التطعيم نفسه. وبالنسبة لي كذلك تطعيم الإنفلونزا، تطعيم الإنفلونزا يكون سنوي، كل سنة الشخص يأخذه، يعني بمعدل مرة في السنة أخذه. ما بأني خذت السنة هذه، السنة الجاية ما أخذه، ما أحتاج التطعيم يمشي، لا، كل سنة أحتاج أخذ التطعيم، يكون تطعيم يعني نفس الشيء تطعيم الإنفلونزا. وبالنسبة للأطفال خاصة، بالنسبة للحرارة، في أمهات بتعطي إذا كان في حرارة الطفل بتعطيه خافض حرارة، يجي العيادة تكون حرارته طبيعية وياخذ التطعيم. لا، هذه نصيحة لكل الأمهات، مو بسالفة أني أجلت التطعيم أسبوع أو أسبوعين أو حتى 10 أيام، يعني هذا له الضرر الكبير، بس أن يكون الطفل حرارته طبيعية وتكون يكون ما عنده إسهال. هالشيئين الأساسيين اللي أفضل أنه ما ياخذ التطعيم فيهم، يكون عنده حرارة أو يكون عنده إسهال. هذا بالنسبة للأطفال، وكذلك الكبار يمشي عليهم نفس الموضوع. نشدد فئة معينة خاصة اللي عندهم سكر، يعني يفضل ياخذونه كل سنة سواء كانوا صغار أو كبار. الأشخاص اللي بتسافر، الأشخاص اللي عندها مشاكل في الرئة أو عندها ربو، كبار السن يفضل، لأن صحة كبير السن تكون شوي مناعته أقل ويلقط بسرعة. في أدوية معينة يمكن يعني حتى الأعراض تكون عنده سبحان الله أكثر من الفئات الثانية. فهذه اللي فول الحمد لله التطعيم متوفر سواء في المستشفيات العيادات الحكومية وكذلك في الخاص، وسهل الحصول عليه في أي وقت إن شاء الله، ونتمنى للجميع الصحة والعافية. وبالنسبة للأمهات، خذوا معلوماتكم من الشخص الثقة، من طبيبكم نفسه. مستمعينا، طالعين فاصل إن شاء الله وراجعي لكم. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة. أذكركم برقم التواصل 600-551-414 والرسائل النصية على 4006. حياكم الله ويانا. بنتكلم في فقرتنا الحين عن أنشطة مبتكرة في مركز سعادة كبار المواطنين. تحرص هيئة الصحة في دبي على تحزيز جهود مركز سعادة كبار المواطنين ورفد المركز بكوادر طبية وفنية متخصصة ومميزة، إلى جانب تزويد المركز بأحدث التجهيزات الوقائية والعلاجية، وذلك لتوفير أفضل الأجواء الباعثة على الراحة والطمأنينة والسلامة كذلك لكبار المواطنين. في الوقت نفسه تواصل إدارة المركز جهودها من لإضافة المزيد من الرضا والسعادة في نفوس كبار المواطنين، وذلك عبر أفكار مبتكرة ومجموعة من الأنشطة والفعاليات
المناسبة واللي تستهدف تجديد الحياة وبث روح التفاؤل في الهيئة الصحية والاجتماعية داخل المركز. حول هالموضوع يسعدنا تكون ويانا اليوم الدكتورة سلوى السويدي، مدير مركز سعادة كبار المواطنين في هيئة الصحة بدبي. صباح الله بالخير دكتورة سلوى. صباح النور. اهلا دكتوره عائشه. اهلا دكتوره سلوى. الحمد لله. دكتوره، حابين ناخذ نبذه عن مركز سعاده كبار المواطنين وكذلك اعداد المنتسبين لهالمركز. اوكي. طبعا مركز سعادة كبار المواطنين تابع لهيئة الصحة بدبي، يقدم خدمات متخصصة لكبار السن أو كبار المواطنين. هي عبارة عن خدمة الرعاية التمريضية أو الإقامة الدائمة للمرضى اللي مستوفين لشروط الإقامة، ومن أهمها عدم وجود أقارب من الدرجة الأولى. في نفس الوقت المركز يقدم خدمة الرعاية النهارية للمراجعين الخارجيين، أي شخص مواطن فوق 60 سنة يقدر أنه يتمتع بكافة الخدمات اللي يقدمها المركز، واللي هي في المقام الأول خدمات طبية متخصصة في طب المسنين عن طريق أطباء متخصصين في هالمجال، وخدمات تمريضية وخدمات إعادة تأهيل اللي هي العلاج الطبيعي، وخدمات التغذية العلاجية والخدمات الاجتماعية. نعم دكتورة، كم أعداد المنتسبين للمركز عندكم؟ أوكي. حاليا عندنا المرضى المقيمين إقامة دائمة عددهم 20، والمراجعين الخارجيين حسب آخر إحصائية 265 مراجع خارجي. ما شاء الله عدد كبير وخارجي، يعني نفس ما ذكرتي مو فقط مقيم. أي لما نقول عدد المراجع خارجي نتكلم عن الشخص اللي من الكوميونتي أو من أفراد المجتمع اللي قرر بإرادته أنه هو يجي عندنا المركز ويستمر معنا. وهذا شيء يعني جدا إيجابي لما إحنا نشوف المسنين أو كبار المواطنين يتوجهون لهذا النوع من المراكز. هذا الشيء يدل على زيادة وعي الناس بأهمية مراكز رعاية نهارية للكبار المواطنين، وكيف إنها ممكن يعني كيف فائدتها. يعني هم أنا قصدي يعني لو ما كانوا مستفيدين من المركز وشايفين إن في تحسن في صحتهم، سواء كانت الصحة الجسدية أو حتى الصحة النفسية، ما كانوا راح يستمرون معنا في المركز. صحيح. لسنوات، لأن فعلا عندنا مرضى صار لهم معنا كمراجعين خارجيين من تاريخ افتتاح المركز من أكثر من تقريبا 30 سنة. ما شاء الله، وهذا دليل على جذب هالفئة من الناس، ويعني صراحة يعني سعادة الصدق عندهم في هذا المركز عشان شي يتوجهون لله. الحمد لله. والعدد جدا يعني العدد لا يستهان فيه كذلك دكتورة سلوى، 265، وخاصة هذه الفئة معظمها يعني لها بيئة معينة أو ما تحب تطلع. صح. ما تحب الزحمة. وعندهم تحديات ومشاكل صحية. صحيح. ورغم هذا لما يعني فكرة إن تشوفين شيء بعين بكل تحدياته بكل أمراضه بكل الأمراض المزمنة اللي عنده، وتلقينا مقبل على الحياة وياي إنه هو يسوي مثلا أنشطة اجتماعية، يشارك في أنشطة اجتماعية، يشارك في رياضة، هذا شيء وايد يفرح. صحيح. صراحة يعني منظر وايد يفرح لما. صحيح. إحنا نشوف هذه الفئة ما حكمت على نفسها أو ما حكم عليها المجتمع أنها هي فئة انتهى دورها. صح. بالعكس، هي فئة الحين تستحق أن هي تشارك بشكل يعني بشكل إيجابي في المجتمع. وهذا الشيء اللي مركز سعادة كبار المواطنين يوفره لكبار المواطنين، يعطيهم البيئة اللي تخليهم يحسون بأهميتهم. لما مثلا أطفال طلاب المدارس يجون نخليهم يكلمونهم، عرفتي، ينصحونهم، يعطونهم استشارات، هذا شيء وايد يساعدهم. جميل. لا جدا جميل هالشيء، ويحسسهم أن دورهم صحيح بعده، يعني الخبرة اللي عندهم طبعاً. يعني ما حد يقدر يوصفها أو ما حد طبعاً. يقدر عايشة أنا أتعلم منهم كل يوم. صحيح. تعرفين يعني فكرة يعني it's a blessing، يعني فكرة أنك تجلسين مع شخص كبير ويقول لك يعني يعطيك تجاربة على صحن من ذهب مثل ما يقولون، هاي بصراحة يعني هاي بحد ذاتها نعمة، الواحد يقول الحمد لله عليها. وأنا على زيارتي للمركز يعني في فترة كنت زايرة المركز عندكم، فيعني يوم كانوا قاعدين في المدخل يعني عند المدخل في الصالة اللي قاعدين فيها، يعني ما شاء الله هم اللي يرحبون بالناس اللي داخل طبعًا عندهم. طبعًا. يعني تربيتهم. نعم. يعني دكتور يعني ما تصورين دكتورة هذا الأثر. مركز تكوني. صحيح. صحيح. يتعاملون مع المركز أنه هو بيتهم فعلا. صحيح. وهو فعلا بيتهم. صحيح. ويتعاملون مع الموظفين انهم عيالهم.
صح، سبحان الله، يعني كيف الترحيب فيه، تعالي تفضلي اقعدي معانا، وين سايرة هناك، أكيد. تعالي اقعدي عقب روح، يعني حسيت ما شاء صح الله صح السعادة، وكيف حتى طريقتهم في الحمد الترحيب لله في المكان. الحمد لله، الحمد وهذا لله. مجهود صراحة دكتورة تشكرون عليه، وتقدير الله كبير من يسلمك خلال يا أستاذة البرنامج إسماعيل. هذا المجهود. دكتورة، حابين نعرف عن، أو تعطينا لمحة عن مستوى البيئة الصحية والاجتماعية في المركز، احنا تكلمنا عنها الحين بس نحتاجها شوي بالتفصيل. أوكي، طبعا شوفي، المركز يحرص على أن تتوفر فيه معايير خاصة بالسلامة، وخاصة بجودة الحياة أو جودة الرعاية الطبية والتمريضية المقدمة لكبار السن. صار لنا هذه سادس سنة على التوالي نطبق معايير لونج تيرم كير، أو دور رعاية طويلة الأمد، اللي مطبقة في اليونايتد ستيت في أمريكا. نعم. فيهمنا جدا ان احنا مثلا نقيس بشكل شهري مؤشرات اداء خاصه تدل باختصار على اذا احنا قاعدين نقدم رعايه تمريضيه جيده المستوى او ضعيفه المستوى. بعطيك مثال، يعني مثلا قاعدين نراقب لو عندنا تقرحات سريريه، نعم، نراقب لو عندنا مثلا صارت حالات سقوط وصار فيها كسر، نراقب لو كان عندنا المرضى ياخذون عدد كبير من الأدوية أو بولي فارماسي مثل ما إحنا نقول، نراقب نسبة الالتهابات البول الموجودة، نراقب لو مريض حطينا له كاثيتر أو قسطرة للبول ومثلا ما شليناها it's failure. يعني تعرفين، يعني هالأمور كلها نراقبها بشكل دوري، نتأكد أن كل مسنيننا بشكل دوري خذوا الفلو فاكسين، ممتاز. والحمد لله يعني توا مؤخرا كلهم تقريبا خذوا الفلو فاكسين، ما عدا الناس اللي كان عندهم يعني ظروف صحية تمنع. فهالأمور كلها لما نسوي لها مونيتورينج أو نراقبها، نتأكد أن إحنا قاعدين نقدم رعاية طبية عالمية تقارن بدور رعاية المسنين أو دور اللونج تيرم كير أو الإقامة طويلة الأمد في دول عالمية، عرفتي؟ نعم. فنتأكد فعلا أن المسن قاعد يحصل البيئة الصحية المناسبة. بالنسبة للبيئة الاجتماعية بعد يهمنا جدا، نتكلم عن نوعين من المسنين المقيمين عندنا في المركز والمراجعين الخارجيين. تركيزنا على المقيم في المركز من خلال الأنشطة الاجتماعية، دور السوشيال وركر أو الأخصائية الاجتماعية جدا مهم، دورها يبدأ من قبل ما يدخل المسن، تتأكد فعلا أنه هو مستوفي لشروط الإقامة من الناحية الاجتماعية، أنه فعلا ظروفه صعبة، ما عنده أبناء أو أقارب من الدرجة الأولى. نعم. مجرد ما يدخل المسن الأخصائية الاجتماعية لازم تراقب الحالة، تتأكد أن المسن متقبل التمريض، متقبل الأطباء، عايبنا الأكل ولا مش عايبنا، يبتدي يسوي علاج طبيعي ولا لا، شو يصلي ولا ما يصلي، عرفتي هالأمور. نعم. كلها هاي السوشيال، يعني الروتين في حياة المسن نحاول ان احنا نرجع ليا بحيث انه هو يحس ان هذا المكان بيته. ممتاز. ولو لاحظنا ان في مشاكل نفسيه او مشاكل اجتماعيه، نحاول على قد ما نقدر ان احنا ندمج هذا المسن. وفعلا الحمد لله عندنا حالات كبيره، حالات وايد من المرضى المقيمين، سواء كانوا مقيمين او حتى المراجعين الخارجيين، اللي كان عندهم اكتئاب وتحسن بس من ناحية الأنشطة الاجتماعية، الدمج الاجتماعي، احتواء المسن، making sure أنه فعلا يعني إحنا عارفين وين مشاكله وقادرين أن إحنا نحلها. ممتاز. وفي هذا الدور يعني الأخصائية الاجتماعية تلعب دور كبير، يعني حتى يعني مثلا ممكن إحنا نسوي برامج فردية للمسن لو إحنا عرفنا أن هذا المسن عنده مشكلة اجتماعية معينة، تنحل بحل فردي. ممتاز. يعني يعني أنشطة فردية، ممكن مثلا هالمسن ما يحب يطلع مع المسنين في رحلة خارجية، يحب أنه هو يطلع بروحه، حتى هذا الشيء نقدر نوفر له. جميل. ودكتورة، يعني أشياء بسيطة بس تحل مشاكل كبيرة يمكن بس عند تفرق. أيوه، عند كبير السن. دكتورة، طبعاً الحين عندنا تحدي دبي للياقة 30-30، طبعاً أكيد عندكم أنشطة مميزة بمناسبة هذا التحدي، حابين نتعرف عليها. مميزين. مش هذه ثالث سنة دكتورة يشاركون، طبعاً شاركوا من أول سنة. كان الموضوع أن حتى الموظفين قالوا لي دكتورة يعني كيف بيشاركون في الفتنس تشالنج؟ قلت لهم الشيخ حمدان بن محمد الله يحفظه يبغي دبي كلها تكون مدينة نشيطة. أوكي، فإحنا كبار المواطنين هم جزء من المجتمع، فما نقدر نقول لا خلوا الشباب يسوون الأكسرسايز والشواب خلوهم على جنب. صحيح. فما شاء الله كبار المواطنين من السنة الأولى لتحدي دبي للياقة البدنية شاركوا، وشاركة متميزة.
ويتريون هذا الشهر أكتوبر نوفمبر علشان مرة ثانية يرجعون ما يشاركون. شاء الله. طبعا يعني هذا الشيء بحد ذاته يخليهم يحسون بأن دورهم ما انتهى، صحيح، وأن إحنا مهتمين بصحتهم الجسدية، مهتمين بالكواليتي، نوعية الحياة مالتهم. يهمنا جدا أنهم يكونون ناس حاسين بالنشاط، صحيح، السوشيال اكتيفيتيز، التواصل الاجتماعي اللي يصير خلال الجروب اكسرسايز. طبعا اغلب الاكسرسايز اللي نسويها جروب اكسرسايز، نعم، فتلقين حتى اللي ما كان متشجع انه هو سابقا يتمرن، لما شاف غيره اخذ فانيله الهيئه مالت الفتنس تشالنج 30 ما شاء الله. 30، تلقينا لا هو بعد راح لبس فانيلته وابتدى يتمرن، ما شاء الله. يعني جو جدا إيجابي. جميل جميل. والجميل دكتورة أن حتى هذه الفئة يعني ما حطيتوا حدود للشيء هذا، يعني أن لا طبعاً. ما بيقدر وشي. دكتورة احنا عارفين فئة كبار المواطنين أو كبار السن عموما عندهم مشاكل صحية كثيرة، فكيف تم تحديد هاي الأنشطة وكيف حددتوا مراعاتها ومناسبتها للشخص نفسه؟ طبعا شوفي، احنا ما بنقول ما بندخلهم ماراثون، احنا عارفين، صحيح، احنا كأطباء عارفين انهم عندهم امراض مزمنه، اغلبهم عندهم ضغط وعندهم سكر وعندهم مشاكل ثانيه والتهابات في المفاصل والام مزمنه. تم التحضير للبرنامج تحدي اللياقه البدنيه قبلها بفتره، حطينا جدول محدد يوميا في برامج معينه، نعم، تشمل برامج داخليه من قبل العلاج الطبيعي. طبعا قبل ما يبتدي اي برنامج النيرسز لازم يشيكون المؤشرات الحيويه للمريض، ضغط، السكر، ميك شور انه هو مو دايخ، ما عنده هبوط في السكر. اضافه ان الاجهزه، طبعا الاجهزه التمارين الرياضيه اللي حطيناها مناسبه لعمرهم، وهي الاجهزه اللي اصلا هم كانوا يتمرنون عليها في غرف العلاج الطبيعي. ممتاز. اللي صار في الفتنس تشالنج ان احنا طلعناها حطيناها في الصاله عشان الكل يتمرن ويا بعض ويتشجع لما يشوف الثاني يتمرن. صحيح. طبعا في فحص طبي من قبل الاطباء نتاكد ان الشخص يقدر انه يسوي الاكسرسايز ولا لا، وفي متابعه، النيرسز موجودين طول الوقت والاطباء موجودين طول الوقت. الحمد لله ما صارت عندنا حالات يعني طارئة، بالعكس الكل كان مبسوط، لأن نوعية الاكسرسايز يعني مثل ما نقول اكسرسايز يدوب يخليهم بس يتحركون سيكل تريدميل على حسب قدراتهم. وفي طبعا رحلات خارجية أو اكسرسايز أو أنشطة رياضية خارجية استفدنا، ما قصروا معانا بلدية دبي وشكرون بصراحة، استفدنا من وجود حديقة الممزرع عدالنا، وديناهم يمشون في الحديقة، وكان في مدرب من البلدية دربهم بعد على تمرينات تمارين رياضية في الهواء الطلق. طبعا هذا يفرق، وايد يفرق دكتورة، أن برع. وطبعا هذه الفئة تحب الجو خارج يعني أكثر من حتى القعدة داخل البيت، تفاعلهم أكثر. صحيح. برا العام رحنا مشينا، هالسنة بعد ناويين رحنا ان احنا نروح نوديهم، يعني نستفيد من وجود شاطئ الممزرع اللي بصراحة في منتهى الروعة. بلدية دبي عندهم كراسي خاصة بالسباحة خاصة بكبار المواطنين وأصحاب الهمم، رتبنا وياهم، عقب باكر راح نوديهم يتسبحون. ممتاز. في بحر الممزر بعد، هاي شغله من يعني شغلات اللي فعلا البلديه ما قصروا معانا فيها. شرطه دبي بعد لثالث سنه بعد يتعاونون ويانا، يبعثوا لنا مدرب للتمارين البدنيه، في راح يكون في بعد فعاليه رمايه العام كانت موجوده رتبوها في المركز. نعم. طبعا احنا طول السنه دكتوره عندنا زيارات مدارس، هالسنة الحين في هالفترة طلبنا من المدارس انهم ما تكون زيارة عادية، يبوا الطلاب لابسين لبس رياضة وخلوهم يشاركون مع كبار المواطنين. ممتاز. في اكسرسايز معين، هذا اللي صار البارحة والحين اليوم بعد عندنا مدرسة، فيعني قاعدين نحاول من كل النواحي نستغل هذا الشهر بحيث انه يكون هذا الشهر فعلا مثل ما قال الشيخ حمدان بن محمد، دبي مدينة نشيطة. ممتاز دكتورة صراحة، كافة فئات المجتمع قاعدين يشاركون. حتى اختياركم للتمارين الرياضية أو اختياركم لهالأشياء يعني اختيار بدقة وأشياء جدا يعني تبث السعادة ومناسبة، يعني حتى فكرة أن السباحة وفي البحر بالذات يعني معظمهم كان لهم ذكريات، طبعا عارفين يعني طبعاً. أن معظمهم فيعني هالشيء يبث في نفسهم سعادة أكثر وأكثر يعني طبعا حتى لما العام لما وديناهم لما كنا يعني حاطين
عندهم في كلاس السباحة يقولوا ما نبى الكرسي، احنا نعرف نتسبح. صح ما شاء الله، يعني هم ما شاء الله سبيحة يعني، ما عارفين البحر يعني. حتى لزياراتنا للمناطق اللي فيها شواطئ، يعني تشوفين أكثر الناس يعني خاصة اللي في الحي أول قبل حتى بعد صلاة الفجر، أكثر ناس اللي قاعدة على البحر اللي هم كبار المواطنين أو كبار يعني ما شاء الله عليهم، يعني لينا الحين يعني علاقتهم بالبحر وعلاقتهم بتمارين معينة لينا الحين مستمرة حتى لو أن كبروا. دكتورة قبل ما ننهي اللقاء وياك يعني شكر الصراحة بعد اللي سمعت من الدكتورة سلوى، ما أقول إلا الله يجزيهم كل خير. أخوكم عبد الله الحبسي. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الله يعطيك الصحة والعافية يا رب. الله يخليك. هم يستاهلون كل خير بصراحة. صراحة. مهما نسوي بعد نحس إن إحنا مقصرين، مهما نسوي تلقين فريق العمل دائما نفكر كيف ممكن نساعدهم أكثر. صحيح صحيح. وصراحة أنا بعد يعني تجربتي يوميتكم وشفت كيف طريقة ترحيبهم بالأشخاص اللي يدخلون، كيف طريقة أن يعني صراحة أشكركم وأشكرهم، يعني هم لو ما بلاقين هذه البيئة اللي تسعدهم في المكان ما بيكونون بهذه الطريقة. صح. الحمد لله. الحمد لله. دكتورة سلوى كلمة أخيرة على عجالة قبل ما ننهي الحلقة. شوفي أنا دائما أقول أي شخص عنده أي يعني أي عائلة عندهم شخص كبير بالسن، بليز يحاولون أنهم يحتوونه ويحاولون أنهم يحسسون أنهم فخورين فيه ويحاولون أنهم يطلعونه من البيت، عرفتي؟ نعم. فكرة إن إحنا مجتمع يقدم الخدمة للمسن، هذه يخلينا شوية يعني أوكي نقدم الخدمة هم على عينا وراسنا، لكن شوية نحاول نحن نشركهم معانا في الأنشطة، نطلعهم. الحين ما شاء الله الجو روعة، القرية صحيح. العالمية بتفتح اليوم، أنا وايد أستانس لما أشوف كبار السن طالعين برا البيت. فأنا هاي نصيحتي إن أي حد عنده شخص كبير يطلعه. صحيح. يطلعه، يعني في وايد أماكن وراح تفرق وايد نفسياً. أنا يعني أنا أقولها من وجهة نظر طبية، وايد الطلعات الخارجية تفرق نفسياً مع كبار المواطنين. صحيح. يعني أنا عندي الناس اللي مثلاً مو قادرين يطلعون مع أهاليهم يتريون متى ما إحنا نسوي رحلة خارجية عشان يطيرون، فأنا شايفة حبهم وفرحتهم في الطلعة، فلما يكونون بين أهاليهم الأهالي هم أولى إنهم هم يطلعونهم. صحيح. وفي أماكن معينة يمكن ما يفضلونها كبار السن، الجميل أن نعرف شو الأماكن اللي يفضلونها عشان كذلك يعني نطلع وياهم يكونون بسعادة. صح. مع هالطلعة. صح أكيد. الدكتورة سلوى السويدي مدير مركز سعادة كبار المواطنين بهيئة الصحة بدبي، شكرا لك دكتورة. شكرا دكتورة. شكرا، يعطيكم ألف عافية، نتمنى لكم كل التوفيق. شكرا، مع السلامة. شكرا، مع السلامة. مستمعين الأعزاء، كانت هذه آخر فقرة لحلقة اليوم من برنامج صحة وسعادة، نلقاكم إن شاء الله باكر على نفس التوقيت الساعة 10 الصبح. أشكر فريق الإعداد، أشكر فريق العمل وياي اليوم في الإعداد يوسف سعد، في التنسيق ميرا القفلي، وفي الإخراج أيمن سرحيل. شكرا ويعطيكم ألف عافية. ومحدثتكم الدكتورة عاشة البسطي، نلقاكم إن شاء الله باكر على نفس التوقيت، ودمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.